تسمينه سابقا في في بين قوسين في تعليم رجال هيئة التدريس، والآن يعني نشرت أو يعني ساعدت الجميع هاد التعسفات ديال على باقي الهيئات وباقي الفئات ومنهم إدارة التربوية. لكن الجميل في الأمر أن نسبة التضامن والنسبة ديال تنفيذ جميع مقررات ما تصدر عن الجمعية هي نسبة مهمة ونسبة كبيرة جدا، وهذا ستكون له إن شاء الله نتيجة واحدة وهو رضوخ الوزارة لمطالب هذه الفئة. طبيعة الحال إلى جانب نضالات النقابات التعليمية ذات التمثيلية وفي مقدمتها الجامعة الحرة للتعليم التي كانت سباقة دائما إلى يعني إلى الدفاع عن هذه الطبقة وهذه الفئة من الإدارة التربوية، وكانت دائما ولا زالت تنسق مع يعني أي جسم أو تنسيقية أو جمعية تطالب وتطالب بإنصاف هذه الفئة. أملي وأملنا في الجامعة الحرة للتعليم بالعرائش أن ينجح مؤتمركم هذا بالتوفيق إن شاء الله، ونحن دائما مع بعضنا البعض. السلام عليكم ورحمة الله.